السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسكر عاوة وحس تاريخيض يوم عموس نكي مغاية هرقيسة كبد بعدين ربهم كتوره وحا إلهي مهدي هلقا عاوة إلي سوقي مهدين كبد بدن وانا بدن سارك عاوة دوت هلقا فرقيا بدن كوي لما ارتقى هذا وحلوه لما ارتقى هذا بدن كله وحي اهائه انت هل كان فضلها انت اي معلومها اسكت دروف هائه دولي احمد داره وحي اهائه وقعه وحي المقاله السعون كرهي حقي مالتا دقال كتيري حقي دقال كتيري وعيها اضاق 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 حيستين وحجوا عاوة طريقه يتري حجينك برعا كتيري والذي يدعوه عن نقضي والذي يدعوه ماذا حكا قم عضي والذي يدعوه عاوة صنف دور عفاق قبو أحمد مرئي ومحمد كاهنة يرق بلن وحقي من هذا دقال كتيري تنسكي هرقيسا وحكا جوا وعاوة هرقصو فريستو كصو مغضا انت تنسكي وحلقو كسو قاري يا عبد الله اسكت انا واكبر حي والله يعاون نفسه يا مو انت كلا ما شكو دمت ما انت قران الله يا مو يا حقي يا وين على السعودي وهدي انت يا اب ولا قال صار ما هو او كم لها الحمد لله ما يقول انا حق تقال كثيرها يا محمد علي لما تهد قران كو انت هي بقول اذا كان له سوق الله سدخها لبدا اد kala ka wada sadex kuro qof fadhiga baha ee ragii aan weynaa boqolkiiba lix waa dhintay sadex dhaaw waxa ka baxay waxa hadana qaaday ragii ee dambeeyay ee muujintii labaad ay xeer soo baxday oo dadka intii dambeysay ma raaciyay oo ay ka fadhiyaan talayaasha ciidamada qaranka maanta jooga iyo ragga kale halka ka soo gaaray ayaa ولكن دمشق الراعي تنشيد من المركات شري عاوة وحكم أربان ما له أبتسم حاتم قم وسند رقق الصعدة سند رقق كتب دولة جامع العلم ورنتي طريقه مسوق ليها حسن ورسول رنتي وأبعد ولها ها مرك عاوة حامري نكن عدة عسكرية ناس كتب دولة هاي فرت هاي نادان وهجونا طبعاً بعض مخاصة هذا يكمل يقول لك أنا حياة معها حقك يا حرم دامك يا شهيد ما هو فرحة يا جيس ما هو يا أمضى وطالنا يا ما هو أحلى جنب ربيو يا أحلى جنب بقو يا أحلى جنب رجع هيه وهو أحلى ولا شو بقول سلطان تاين تاسان كنا فيا بقى الكلوة هين بقى القراءة الصعبة Soomaaliya dambaar geysa iyo burca iyo dhulka la garaacayo joogay cid walba way ku noolay kuwa garaacayo saa uu sheegay Axmed Mirey Abtiyaashad ay dhawr wax sheegay Abtiyaashad oo ku dhintay ayaa noo joogay reer lama garaacay dagaalkana waa laga dhamaa balay gudoodle waxa ka soo kala galay lagu dagaalka lagu galo oo gudoosay Soomaaliya oo dhan garaac Cabdi Qari waa balay gudoodle yimid iyo ertigu watay fadar kamid ahaa ragga yaash ugu weyn kamid ahaa marka la soo duulay sarayr ko walaalka bar iyo galbeed baa laga dhimaa halka guriga tariska ahaa ayaan Cabdiraxmaan oo Cali ku meeri dhowr intaan ku hawlay war ninkana waa kaliye hadduu deeyo dhintana waa ay aanu dib u celin ee tan oo xiriir ah ilaahay waxa qaanayo ninkayga tanay dadkan oo halgamaya maraha waa nolaan doonaa aniga ay bixin ma baxay wixii dhacay oo dhan ha loo duceeyo aw wa hawsanaya wala qalay kaliya laga bedelaya wax jifaa turkiga
سوينا له دعاء ولا هي قدرت كذا هاي شاب حبته قرما هي ترى قانون كي حمر شوقي اتشيدت شوقي امريكا شوقي غريس شوقي ميلويل اول شوقي ووالغة اللاي هاي دات كاركوز هل كان كاسر قرا قرا تريا انه هو خلط صوماري وطنبا كورا قيب قشي مدعوية يمي تركو قرقارة يمي راح لك دائبا شيكوينك حصيد المدن مركا دوارك سعوده وحكمية شر سوي ويري حمر ومدحوين مركا تشوبس يا برهو ويري وي صوماري وقنباي وليري شركي هلا فرو هلا فرو وانو شيخك عيو شركو فر بمايو مركا سوري بحث يا برهو وايو كل كاسور صوماري وكلام مقار اوه دب بيري كم مقاليها بوليه وقرآن قبل بسل الآن لدي أخيه أما تلتي ويأكل أما شركة ميح الشيخ أبو كرس أوحى رسول لي وقرآن كنكو قريبية سورة الله ونحرسته فقال بلن باكا هذا مال تاشر كا وحاشو هلي كم يهو ريع ذكير فقال دقال تدمي لك بحسن وان تلك قبرني وامد ودمي كيان قعقا ذنا وكا ميها فقال بلن باكا هذا أحمد أما يقول عيل قبو أو عارة قولين كسر راعي أو تانجي يلا صباحي ظهري راه كمي بها يوكيسي أحمد قرسي أسوا كمي بها يقول له صباحي كان بغن أو سراكيرا أو صوماري أي المكاة أي الديدي أي الكاسي إن مغالي دمر يا عرور إيه أمتنا لا يلا حاقي مركاتات كان قوبالية أما قولا كبيرا أما سوالا دان دركيا تاريخ لخلدية وتاريخ دبا marka la yiraahdo dadka Soomaaliyeed way weerayeen Soomaaliyeed diiday hina haasha kala Soomaalida waa ku faana Soomaaliyeed waa da ka dhalmay Soomaalida waa loo diiday laftan ka maay inay Soomaali wanaagsan tahay dhamaanteeda oo ay wax qabsatay hore u noqotay magac yaraato marnaba Soomaaliga mar walba waxay halka marka Soomaali noqonaysay wax noqonayso halka laga bilaabo tii uu baa maanta taaganahay waxaan diidanahay oo aan u sheegaynaa Soomaali kumiyeed ma yeeso wixii dhacay wax ka xun ilaa maanta dagaalkii in lagu wado oo la yiraahdo ilaa aadnaq bashar idinkoo qaran ahayn oo waxba ahayn laba dhowr ah ayaana raacaysa Soomaaliland protectorate qarankii dambaa ee ninka Ingiriiska xurida ka qaatay ilaa laba gobol baa tiir maxay sheegayaan oo waa ka adkaanana martaas ma suurto biso Soomaali saas goob ma yeeso waa hun gali meeso garna ma aham leeyahay intaas aan isku diidanahay inaga Soomaaliyeed tabaariga iyo tii Ingiriiska ah oo laba gobol oo walaalaha dadna isugu xiga daranowdu isku xiga yihiin nabadna ku wada walaal soo caalamku yahay ayaanu anagu doonayna Soomaaliyeed mid kasto jeeda imika intii ay istagaas ay socdeen xamar dawladdu hore xasa sheekh wixii wasiiriga cala ka aha halkan ay ku wada nabad gobol arintu joogayna xasku joogayna iyada ay ka shaqeeyeen وزير الصيانة مع حسن قدر قدر قوي من كتشوله وقول كذا سيدات ما أنا هرجع سكت صور ولد جري أو هكذا صور شقين أو عروس كتشوله غير ملا إني كورا هذا على ما يسوى أبو الله تنا دير هناك غير سطة وحلا وحلا يقل دبا شعب كالصومالي ما قرتها تدويرها الصومالي ما قرت قدر هذا واركيا تارس كحمر ما تك شقية يبدأ لبث كون باقبا ثانة تسان كورية awal ka taariikh dhowr asbuuc iyo ajeeb markii dagaalka socday maxamed siyaad barre inkii bay dadka taliyay waxa lagu daray 13 kiilo waxay aasay waxay abuureen xisbi loo jiray aswaayr waxba ku dhaataa waxba laga soo waray waxaas iyo sagaal abaa muqaa taariikhda laga qoray balka warama qisaab caway ee dagaalkaas markuu socday xagga kaliga kamee 13kii SYL ee gurigiisa shirkii hore lagu qabtay ee daraafkii hore lagu qoray ee 13kii sawirkooda koob ka ah inankii soo gooliya ah oo laga maqlay wardaanka dadka miya laga daayay haday dawladdu waqtiga joogtay tan dowlad ma ahayn oo laga reebo diyaarada laga joojiyay balka waxaa yaa la amniga dagaalka xadgareedsa halkaas aad ka tusay waxa dhacay wuxuu ahaa 13 ka waxa kamid ah ninka la yiraahdo Maxamed Cabdalla oo ku magacdheeray Xayisiis 13 ka mid ah
وخصوصا دمان دورين او تاريخ نوغو قرن او بوغ نوغو قرن او لنسو تبين ايو او عرور تيدا الله اخرى ايو جدا نال حكاتي على دماء وحبوشيك مالنتا اي فجا نبودو جوكتو نكا قاطا وحكا قاطي ميال عدك فجا نبودا بلاش لغو بهلو ماي على بلاش لغو بهلو وحكو مهتيستان نكو وقوبنيو يجسينو وقال عد مهتستي مركو ورا ودحوين هوا حولانا شرفت عدتا الكسوما مشي عاوة وانكوبو ما هنقينا هذو كوك يلو مدرير سومالنا أحمد دارنا وحالنا واد ما حسنتهي وحكوا عن قوة واد قد نعم بجرتو كو لا ومينو تاريخ لنا واد نوغو طالع وان قوة دعائرنا إلهي دول الوراكسن يا آخر وراكسن وان قوة دعائرنا مري عيايا كم ادباطاي مري عيايا لم ادباطاي مري عيايا واد نلا لأضحي تاريخ لنا واد نلا لأضحي وحوال بلا واد نلا لأضحي ولالك يجراهو انت اسوبا كوسو غوبا يا السلام عليكم ورحمه الله وعن الدويه يا قدوميه قلاها وكيلها باشا محمد فارق بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهوريه الصومالان برت الشرف تكره وعن كل سلام يا صلاه اسلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرحت بيتها هاي هنا حفلتك كسو قيب كلو احمد دولي أحمد وأن أمبل النقلية حمر بانشو وبركو جبوتي فريستي وحوي وطاريخ أحمد ليه يهي وحنا اللوب بعني وحوي أحمد كنتيشي المذيع وحوي النفتي سوب خطر كليي لكن خطرته كليي وحكا حميدين سوى بمسي دا تدمع طاقو كراعا وحنا الدورتين ونفتي سحليهو وحن أسوي شغل لأحمد إن جامعة سمالة الجيو قدر يردنا وأخذ بدل وشيء وسألت كوك اللي فتي سوى والديك الكلمي إلها كي سبت باديو وأما اللي يحكم لشيء يجيب هدي لي كراعة كراعة إلى هاي مركا إلى بدل يردنا وتصارع النقطة بدنا وحن لإبراهيم إبراهيم إسرائيل جاي دعوة إبراهيم وحتى أحمد هلا تجيو سمال له واحد لقي قا وحوي تجنت يا وكمان يا فرس ما كمان يا فرس لي راعي سو سو ولا تلو هاي تجيو أنتي برد إيه ما تقول كتبه كبر ما بقى واحد دوري لين كمان يا الله راعيه عروق كل ده عروق تيسير عرقته أبوه أبارك سبالة يروح يسوع بركة واحد قال يا أبو جم هذا قيام مرحوينا تقولوا تسبالة واحد قال يا أبو هذا قيام مشاهدين بدل بحاجة ستمية اسمه ما لعين تاسع مشاهدين تكسر الله لو حصل واحد واحد أيه فكر كريم لكن دلي ربي أحمد يوم هذا بركة عارفين ولد الرجال كسي كسي بلن بركة تاريخ ويا واسيس عرسا أو واحد لا يعرف تقول بارك السنة يا مسار كم إنسان آدي آد بارو غفر أحسن ناي وحوي دتك سوحة ري دي كودي هري أنت اللي متي عن سوق يعني حفلة لنا حلو فاتح على الله أمره أنت المولى وحوي أنت المولى هلا شرفه مركة بنتان مجاهد بوا يو حنا سري ما يبغى قطع على يطلب هري وحبتر ميسه وحوي عروته ذا نهواتر يا روحي بنتي انت شوفتنا تاريخ ذا ذا هلا قراء اعب يا ابا مغفر احسن انا كسوى قيم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فانا ادو يا ريا قدوم يكو حقيقة قراها وكيلا ذا احمد ياسين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها جمهورية الصومال الآن اس اكسلانسي موسى بيح عبدي قدومي أقولها وكيلة ذا أقولها وزيرة ذا إذا ماذا ترياش إذا ماذا قرنك ميرك عاصمة لبنان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رنتي عاوية حفلة قيمة له من صوماليات وبدني مديس شقيسي
إسلام نمدي سشقي سي دمير كي سشقي يي داد كان إيا دال كان أبال كولي إلا ما موسو مليه أحمد دارة مروحو كبد بادي أقاب إنو لكو الموضب ماتيا أو آن وحبك قلبسن إنو الله يو آخرة دي سو بادي مرنوحو بادي وح بني آدم كتاريخ دي سكوير أو آئين اي ديار دي مقالة دي كعيسا دي دي بطغيسو خطر نوو برادو تادي ويني مكاكو رمي دي إنو نفتيس هاليس كليو بغلال آن وحبك قلبسن لا يو كتور بداي اللهم حارستي وزيركي هراء رمها بوسدو يسقضا محمود أحمد بره قراد وكم دها وفتي وهو قامين يي مدحويني يلي هراء أحمد محمد سيلاني ووضع هذا الكي تركي يا سومال لاني يا سومال يا ودحيي أي أي ورمي حس الشيخ محمود بس سومال يا مدحويني وقت كاها وحب برايم الاستر هام الحوين هاي مكا او كتليني دلقة تركي كا أردوغان وحا وزير كارهما هدي بدا هاني اللي ورنشري أحمد داود أوغلي ومركي دمان برايم الاستر نغنشري وحو قراء لحن صدي ننكاسي اولي وحا بنو دوني نينا ندلال كان مسلم كو أوغل مدينيه بحي سومالي وسي كلا بحيسا ودعويني هورو سومالي أحمد سيلاني وخطب دير بوك آخرية قوبتي وإلى 40 minutes من هاي وقاد وبكر نقصده وحكشي كي واحد دعي إن واحد تاريخ بني آدم ككوية رأيتهاي ياردي هرقي سكك عدا يأتك ما تدعي هاي رهرقي سليينيس إن كيكو كان بين قريني برامن هاري وزير خارج جا وقت جاسي أحمد أغلي مركي كلان كي لقا كعي قرب اللي دينو إنه الخصبة ما هقول وحكا قرابي يعني بني آدم كو انتو وركابة هايو كو قرابة marka taariikh aan de duugowlin oo bani aadamtinimada ku yar iyo ninka ahmed doori muawama muusayna gudahan nagii soomaalida dhan ku leeyahay gaar ahaan soomaaliland ku leeyahay wax leenahay ee ninkii macruuf idii sameeyay u duceeyo u abaal gudanimigeena nabi sallallahu alayhi wasallam macruuf ku inagu leeyahay abaal bii nagu leeyahay magacdu nagu leeyahay anzilu nnaasa manazilahum min nabigeena nabi sallallahu alayhi wasallam dadku halkay mudan yihiin alla tijiye waxaan soo jeedinaya ahmed intu mudan yahay in ka badan ba in laga yeelo wa mahasantii assalamu alaykum wa rahmatullah mujahid mujahidintii kamida mujahidintii waweena kuwi maalinti ku dhaawacmay ah ibraahim abdullahi ayaan u yeedhaya ibraahim dagaweyne wa salaatu wa salaamu ala ashraf al mursaleen aw hafladin umma hawayhu qabsay سويري دتك وحوية وحفلت قيمة له وانا نقول هذا نظرية إن السؤال هو أحمد محمد حسن هو أها دولياشي هرقي سنو صوت رأي اللي مقالنا نقراع وانيك كلية ديدي وانيك كلية ديدي marka umada dadku isagu meel ku fakaraynaa xabad cudur bay ku dhacaysay tusaale yar baa la siinaya maalin walba taliyihii ciidanka cirka ee dhowli ayaa waajib u diray waajib hargeysaha inay garaacaan dabeetana wuxuu diray isna caruur ma lahayn gabadh ay wagaalay yihiin ayaa ilmo yar lahayd ilmihii buu ku diray ilmihii yaraa abtiga u ahaa ayuu ku diray markaa xabadu ummadeenu is dhex taada wax waliba ku dhacayaan ninkan uu sarkaala isna maalo laga sheekeynayay halkan warshadda eereedeedu ku jiray ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم 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 يجب ان يكون هناك ا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.